مصطفى محمد لما كان او لما بقى متواجد في اول معسكر بعد رحيلكم كان مفاجاه بالنسبه لك آه لا مش مفاجاه مفاجاه ليه بعد الموقف اللي عمله مع كابتن حسام بدل ما هو لو, في لو هو في يعني لو هو في يعني الاتحاد كان شايف ان في موقف آه ما يعني ما وقعش عليه عقوبه ليه طب هو كان في موقف ولا انا بقول لك لو كان في موقف ما توقعش عليه عقوبه ليه يعني شايف انه ما كانش موقف الموقف الموقف الترجم في, في اتجاه ومصطفى طلع آه اتكلم في اتجاه تاني و... والاعلام ترجمه كل واحد على هواه وكل واحد على علاقته ب... بمصطفى او بكابتن حسام ولكن في النهايه الاتحاد شاف ان في موقف فما وقعش عليه الت... الترجمه الصحيحه ايه <applause> احنا بنترجم <من> <applause> الترجمه الصحيحه ان ان في موقف اتعمل الت... 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 من مصطفى انا شفته في, ال... في ال... واحنا راجعين في الطياره في ال... في, ال... في ال... على التليفون <applause> وانا اتكلمت مع مصطفى وكان حسام اتكلم مع مصطفى وما كانش واضح ان في حاجه تجاه اي حد من الجهاز من من الموقف يمكن الصوره اترجمت بشكل معين اتقالت بشكل معين في توقيت معين عشان يحصل بلبله في التوقيت ده بس وخلاص بس يعني هو انت شايف ان مصطفى ما كانش غلطان لا اكيد غلط اكيد غلط يعني لو انتوا كنتوا لسه مستمرين كمصطفى هيكمل معاكم في المعسكر ما انا حسبت يعني ما احنا مشينا اه, آه هي الغلط ده درجته ايه؟ <applause> يعني الغلط ده تركته ايه؟ والترجم ازاي؟ هيتقعد مع مصطفى ويتكلم معاه وبعد كده يطلع قرار يعني. درجته كانت ايه؟ درجته كانت ايه؟ <applause> درجته عالية ولا, ولا قليلة؟ <applause> ما أنا بقول لك حسب حسب التحقيق اللي هيحصل يعني أكيد كان هيكون في تحقيق وكان هي طب يعني لما أنت قعدت مع مصطفى أنت والكابتن حسام بدري أنت مصطفى وضح قال له حاجة غير اللي شفناها إحنا؟ قال انه ما كنتش بعمل كده لا ف... انا ما اعرفش وقال قال ايه كابتن بس انا شفتهم قاعدين مع بعض أ... واتكلموا مع بعض ال... و... ما ما معاك كل... انا كان جنبي في الطياره واتكلمنا عادي ما فيش حاجه يعني والراجل ما... أه. يعني اتكلم ورا... انا انا وكان قاعد مع كابتن حسام وكلام عادي ما فيش حاجه خالص يعني قال لك ان هو كان متضايق يعني لا ما ك... ما قاليش كده انا ما اتكلمتش معاه في ال... يعني الكلام كان عادي ما اتكلمتش معاه في ال... في ال... في ال... في, ال... في الواقع في الواقع يعني اه ما كانش لما... أه. انما اتكلم هو اتكلم مع كابتن حسام وما وتصافوا اه فيش حاجه ما كانش في حاجه يعني يعني كده حسام ما زعلتوش ان شفتوه في المعسكر اللي بعد كده انا لا انا زعلت لا في المعسكر المنتخب اه لا خلاص بقى يعني ما نزعل ايه ليه؟ آه. خلاص مش فارق معاك الاتحاد مش زعلان نزعل احنا ليه؟